أخبار سارة جدا من وزارة التربية والتعليم بخصوص تصحيح ونتيجة الشهادة الإعدادية 2021. طبعا الفيديو ده بالصوت والصورة، هنزل لكم الفيديو دلوقتي وهسمع برضو تعليقاته. بس في البداية كمان فيه محافظات أعلنت عن الميعاد الرئيسي اللي هتظهر فيه النتيجة، والمحافظات دي برضو حطتها لكم في الفيديو إن شاء الله. أتمنى في البداية أن أنت تدوس لايك، وشكر لكل اشتراكاتكم الكبيرة خالص، وإن شاء الله قريب نوصل ل100,000 مشترك بفضل تشجيعكم وبفضل الحمد لله المصداقية اللي بتقدمها للقناة. ما تنساش تدوس لايك، ولو عندك أي تعليق سيبهولي وأنا هرد عليك إن شاء الله. هسيب الأول الفيديو وبعد الفيديو نكمل كلامنا مع بعض إن شاء الله. أبنائي وبناتي طلاب الشهادة الإعدادية 2021، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. نتابع يوميا أداء الامتحانات الشهادة الإعدادية وأصداء ما بعد الامتحانات، وبناء عليه تم تشكيل لجنة برئاسة السيد مدير عام التعليم لبحث الورقة الامتحانية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية طبقا للتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن. كما تقوم اللجنة بدراسة شكاوى المواطنين سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ما ورد إلينا عبر الهاتف من شكاوى وصعوبة في بعض الأسئلة، ويتم دراستها بالكامل وإيجاد الحلول لها طمأنة لأبنائنا الطلاب والسادة أولياء الأمور. وعلى الفور تم عمل اللجنة، وانتهت اللجنة إلى بعض التوصيات، وهي تصحيح عينة عشوائية من الأوراق وإعادة توزيع درجات نموذج الإجابة على الأسئلة الأكثر حلا من الطلاب، بما يحقق مصلحة الطالب أولا، وبما يتوافق مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وبعضهم البعض. وناقشنا مع اللجنة إمكانية تطبيق هذا الإجراء على جميع المواد الامتحانية التي قام الطلاب بامتحانها، وأصدرنا قرارنا بأن يقوم في جميع المواد تصحيح عينة عشوائية من المادة، والنظر في إعادة توزيع الدرجات بما يحقق مصلحة الطالب ومراعاة للفروق الفردية بين الطلاب وبعضهم عن بعض. وهذا كرسالة طمأنينة لأبنائنا وبناتنا الطلاب وكذلك أولياء الأمور، وأطلبكم جميعا بأن مديرية التربية والتعليم لا تدخر جهدا في الارتقاء بالمستوى التعليمي وكذلك الحفاظ على مصلحة الطلبة والطالبات. طبعا بعد ما سمعنا الفيديو كويس أن وزارة التربية والتعليم مهتمة بالنتيجة، مهتمة بالتصحيح، مهتمة بإظهار العينات العشوائية، وده مفيد جدا للطلاب، مفيد جدا جدا. كمان هنكمل في الفيديو، أتمنى تكمل معايا بس الفيديو الآخر، هنكمل إزاي نحصل على النتيجة، كمان النتائج اللي هتظهر اللي تم إعلانها من وزارة التربية والتعليم حتى الآن مواعيدها. طيب طريقة الحصول، وزارة التربية والتعليم أعلنت على طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 إلكترونيا، وإن شاء الله هعمل لكم فيديو مخصص للموضوع ده. بس باختصار إن وزارة التربية والتعليم أعلنت إن كل محافظة هي المسؤولة عن النتيجة، وكمان في رابط للنتيجة هنزله لكم إن شاء الله قريب، بس بجمع كل روابط كل محافظات، أتمنى أنت تتابع معي. إن التصحيح بيتم يوميا حاليا، وأقصى مدة لتقدير الدرجات وإعلان النتيجة على مستوى الجمهورية هيكون 10/7، يعني 10/7 ده هيكون أقصى
مدة للنتيجة. ده في ناس هتظهر قريب خالص زي محافظة القاهرة، هنشوف دلوقتي وكيل تعليم محافظة القاهرة بيقول إن نتيجة الشهادة الإعدادية الخميس المقبل، الخميس الجاي يا جماعة. ده أكد محمد عطية وكيل أول وزارة التعليم بمحافظة القاهرة في تصريحات المساء إنه سيتم يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل مراجعة درجات 160 ألف طالب وطالبة مرحلة إعدادية في 32 إدارة تعليمية، وقال إنه سيتم ذلك إعداد الطواقم وتحديد أوائل إعدادية القاهرة يوم الأربعاء المقبل، ليتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ يوم الخميس الجاي. الخميس الجاي يا جماعة، يعني في الخميس الجاي. كمان تعليم القليوبية، تعليم القليوبية قال أعلن نتيجة الشهادة العددية من أسبوع لعشرة أيام من الآن، يعني في حدود 20/6 أو أقصى تمديد ليها 20/6. طبعا هم حددوا الموعد النهائي، يعني محدش يتعدى لو 10/7، لكن في نتائج هتظهر 15/6 في زي ما انتم شايفين دلوقتي. يعني القاهرة هتظهر يوم الخميس، الخميس ده في حدود 15 او 16 ست. عندنا مثلا الدقهلية هتظهر لها 10 20 ست. يعني في محافظات تاني هتظهر في الوقت ده، وتباعا انا اي محافظة هتنزل هنزلها لك. كمان وزارة التربية والتعليم نزلت 10 بدائل مميزة، دي على صفحتها هتتخرج تشتغل، اللي هي مدرسة الأساس، ودي مدارس جديدة. في مدارس بدأت السنة اللي فاتت بالفعل وأنا كنت عامل عليها فيديوهات، وفي مدارس هتبدأ السنة دي. مدرسة الأساس، ودي مدرسة من المدارس الجديدة، مدرسة الأساس واللي تهتم بالموبيليا وكده، مدرسة الذهب، ودي من المدارس اللي أنشأها نجيب ساويرس، أنشأها السنة اللي فاتت. دي مدرسة مميزة بس بيخشوها عدد قليل من الطلاب على مستوى الجمهورية، هي مدرسة واحدة على مستوى الجمهورية وبيخشوها عدد طلاب. مدرسة البتروكيماويات، مدرسة الضبعة النووية، ودي موجودة في محافظة مطروح. طبعا المدارس المميزة جدا، المدارس دي كلها بيقول لك ان انت مجرد ما تخلص هتشتغل على طول. مدارس مياه الشرب، ودي موجودة في محافظات كتيرة، مدارس السويدي للكابلات، ومدارس الانتاج الحربي التكنولوجيا التطبيقية. طبعا الوزارة بتدي بدائل مميزة للناس بالنسبة للثانوية العام. كمان التمريض العسكري، مدارس التمريض العسكري ومدارس التمريض ومدارس البترول والنقل البحري. طبعا دي 10 مدارس نزلتها وزارة التربية والتعليم. طبعا الوزارة الهدف بتاعها ان بتقول للناس في بديل للثانوية العامة، ودي معظم البدائل طبعا بالاضافة لشركة وي اللي هي نزلتها وزارة التربية والتعليم وعملت عليها بوست خاص على موقع الوزارة، شركة وي اللي هي المدارس التطبيقية، ونزلت عليها بوست كامل للناس اللي هي تشترك. طبعا في مدارس ستيم اللي هي المتفوقين، وحاجات كتيره هحاول اعمل لكم فيديو، اتمنى اكون وصلت لكم كل المعلومات وكل الاخبار الساره بخصوص النتيجه او بخصوص التصحيح. ولو عندك اي سؤال سيبهولي في القناه، ما تنساش اللايك والاشتراك، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.